بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكي النظر لغير الله تلقى بينا وقن ورنقن عن الله النظر ورنقن أولا نتطير النظر برنيخي ورنقن ممنوع نرتلد ورنقن جائز نرتلد وهبيا كفن نا سنعتني لك تلقى بينا وقن إن شاء الله. تعريفه لغة الإلزام، يعني إنسان نذر معناها قابلي إلزام جن نا وجبتنا جن ناس عاتنين نخوا نوايا حكون نهبي جن نا نهبي جن يردم بنذر نذر خن يردم بي لازم خوك وجب خدي وقت أبط خوك ناس عاتنين سيد الله شهره كواجب أهم بون الدم بمعناها جن. طيب شرعا إلزام المكلفي نفسه طاعة غير ملزمة غير لازمة تعظيما للمنظور له. طيب شرعها والاصطلاح مرنقن إلزام المكلف، الإنسان المكلف هو المكلف عاقل مختار أخرش أخون إنسان مقصوب أخرش أخلا مكره أخرش أخلا ننذرس إساخ كدو مجنوه أخرش أخلا سبيقنا أخرش أخلا ولعقه أخرش أخلا إنسان يعني عاقل وراشد و اخرشاخ وفي نفس الوقت برضو بالغ اخرشاخ، عاقلا بالغا راشدا مختارا اخرشاخ. لازم نعشاني وفر سردي وشاخ نزر سسيرو ني خلنا انسان مكلفين، مكلف كل معناني مرنك مكلفين، مكلف معناها بالغ عاقل راشد او انسان بالغ عاقل الدنبي راشد ومختار اخرش اخو جور وانا قندي وركره وانا قندي، يعني ني في خصي لازمك شيء جار فرد قوس ديو. عشان كده النذر خير من ترى رايي انا، ودائما النذر انسان لا هني في خصي طاقته اوت لازم اقول لازم ولدن بها يا ولدن بها وجبك دي من الدنبي التزم رب شاء ني معناها قن. طيب النذر عباده لله، ني ورنقن ني عبادة قن وسي جارد لله سبحانه وتعالى. عالم أن النذر عبادة لله وحده لا تصرف لغيره، ومن صرفها لغيره فقد أشرك شركا أكبر. قال الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر سورة الإنسان، ومن نذر لغير الله فلا يجوز له الوفاء به. إنسان هل يخد نظره أن إنسانين غلط جن نسا نغلطنيها وفاء للزمال له إذا كان نذر لغير الله، لازم لله أخرش أخو النذر. متى يكون النذر شركا؟ وليه النذر أو جارد أخرش أخو هل يخد أكلاني ولا هل يخد له نذرا فلان سنها بيه جنيه ورفلان السمود يو ورقال أكنين لزمالار وفاء أقربه، لكن لازم لله أخرجه إن شاء الله لله رب العالمين. نوي أن إن شاء الله إن جرادينيو ليه كنت ألفدان نوي يخفدان إن ماليو ناو كنا آخر صلاة من دكورا وري إن يخورا نجحان وري نوي أن إن شاء الله إن يمرات تماما كخانيو تماما ورن ناخر يرن نهبي يقن جميلة بارقية يقن يلدن بي لازم روكم بتي معنا هذا لله رب العالمين نينجن نذر استو كدو قابل يكون دي بمعنى تنيغولي نينجل ان جارد اكاق وممنوعا جارد اخقاق. متى يكون النذر شركا؟ نحن نذنب ان النذر شرك ونعكاكم. اذا الزم الانسان نفسه شيئا لغير الله تعظيما وتقربا، الانسان إن في خص الزام تعظيما لغير الله موضوع للتوان جارد اخقاق. نا ان الشيخ مصطفى الفرخون شيخ محمد شيخ فلان فلان تفرخون نيا نيد نيديت ويهم بو
نويتوان ناخي روكوغن نوشق ناخي روكوغن حقاي نابي توغن وركو ما لناخي توغن وركو فنتير وركو أخوار وركو فنتر وركو الأولاد ورنت قانتي توغن ورد الزقس توغن نوايا حق الناس هبي توغن يو ايهم بوك عن يخا ناخن نيمتان اتني سمود بقى باراخيا جنيرا نموضعنين غلط جن ننظرنين غلط جن. ومن ذلك مثالنا نعصنه كان كأن يقول كأن يقول إن شاف الله مريدي فلقبر الولي فلان كذا من الغنم أو من المال جارنا يخرج شفين قلي أنفروا رب سيد فلان دخلي شكاف انتيرا كدو نوايا وصلادي فدي يقنيرا إننا مدعنين نوايا تكاورنا مسال طعام بناخب ونهين شرك لتوساور إن جاءني مولود فسأصبح للولي فلان عنده عند قبري والولاد انتراني نيسانا كودو فلان الولي أو الجني على نذر أو ذبح ثلاثة ذبائح كذا كذا نوايا فلانسي فلانسي يعني نانين مثلا نوي يعني قلنا شاخ ونا قلنا يهود إني أرنت دونه لقى نوى سريع قلنا قلوا نوي انت رجع نوى دكتورني نوى عفاي دنيا أبا براخية قلنا قلوا ينا نعشا نوى تكوني حاجات ناوك شركيات لتوسوقن وأن نذورنا نذور ممنوع عقن والنظر للأصنام وإذا نوايا يعني نكانا ينريتي براخية قلنا قلا كان مباركا قراود قراود نرتقوا على انتك عن قال خير حصلك بيه أتمنى موضوع نوي نهبر في يوم بكنا أنك عن نورا كان لفرقون كون سنعس قصده كنو وانترون سك إن شاء الله عوتيتا نكانا سبس قلسية جنجرا ناشيانين ناوك نفعلاني ونظر للشمس والقمر والنجوم أكوارد أربد شنقرود نواتك ودنيت برخنا نينجن النذر إن شركياته توسو. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.